يعني خلاص أمين. يلا السؤال التاسع. على n فاكتوريال بيساوي b على n زائد 1 فاكتوريال بيساوي g على n زائد 2 فاكتوريال بيساوي 4 على 25. اعطيك معلومه انه a زائد b زائد g شو بتساوي؟ n زائد 1 فاكتوريال. خليك معي بعد اذنك طالب منك n. اول شغله بعملها انا هون بين كل هدول لا بجمع وقت بدي اجمع المقامات بجمع a زائد b زائد j. هو قايل لي a زائد b زائد j ايش قد؟ n زائد 1 فاكتوريال على n فاكتوريال زائد n زائد 1 فاكتوريال. جمعت البسوط معناته بدي اجمع المقامات صح يا وفيدة؟ هذا كله شو بيساوي؟ لا ما زال يساوي 4 على 25. طيب هلا لحتى اقدر اختصر اخذنا قاعده بالفاكتوريال لحتى اختصر لازم نشوف اصغر شيء صح؟ مين اصغر واحد بين هدول؟ ان فاكتوريال يعني هذا ان زائد واحد في ان فاكتوريال على ان فاكتوريال زائد ان زائد واحد في ان فاكتوريال زائد ان زائد اثنين في ان زائد واحد في ان فاكتوريال. شو بصير هدول فاكتوريالات؟ بيروحوا. شو بيضل معي؟ بيضل معي ان زائد واحد على هون شو في عندي؟ واحد لا تنسوا هذا الواحد مهم تمام؟ صار عندي n زائد 2 زائد n مربع زائد 3n زائد 2 صح؟ يعني لو حبيت اجمعهم انا شو بيعطوني؟ هون n مربع زائد 4n زائد 4 يلي بتنكتب n زائد 1 على n زائد 2 للتربيع صحيح؟ يلي هي بتساوي 4 على 25. واضح جدا انه n ايش قد؟ n 3 صح؟ لأنه 3 زائد 1 4 و 25. أو بتقدر نضرب تقاطع وبتحل بس راح تطول أو بتعود تأخذ قيم من تحت وتشوف أي واحدة منهم تزبط راح تبين معك فورا خصوصا أنه هدول عددين أولية فيما بينهما الأربعة والخمسة والعشرين. سؤال بعده سؤال عاشر. يلا يا رفيدة من A إلى D شو صار معكم صحيح انتم؟ من A إلى D هي B هي J من هون لهون 12 من هون لهون 6 خليك معي بعد إذنك أعطيني J D على أي حلو قبل إذا فينا ليش لا؟ يلا خليك معي بعد اذنك شوي. اللي هون اي اللي جي دي على ا بي هي 5 على 2 يعني جي دي من مضاعفات قد يعني 5 كي صحيح. طيب والا بي مضاعفات 2. طيب خليك معي اذا كان جي دي من مضاعفات ال 5 يعني 5 كي فهذا شو راح يكون؟ 2 ولا 7 هذا 7 كي صح؟ اذا اخذنا على 12 هلا نحن لسه ما وصلنا لهون صح؟ اذا كان هذا الجي دي هو 5 يعني جي دي مضاعفات الخمسة صح؟ فهذا لازم يكون مضاعفات 7. بس انا عندي هون عندي الا بي من مضاعفات 2 معناته البي جي لازم يكون مضاعفات الاربعة فصار عندي مشكلة هل هو مضاعفات الاربعة ولا هو مضاعفات 2 تمام؟ ف شو التغيير اللي ممكن اعمله هون انا بحيث تنحل كل مشاكلي؟ بدل ما اخذ هذا مضاعفات الخمسة هو اوكي مضاعفات الخمسة بس بدل ما اخذه 5 كي باخذوا 10 كي صحيح؟ فشو بصير معي يا محمد؟ بصير معي هاي هاي شو بتصير؟ 10 كي. اذا صارت هاي 10 كي اذا صارت هاي 10 كي معناتها هي شو راح تكون؟ 2 كي وهاي 4 كي وضل صحيح الكلام لانه الضرب 2 شو بتصير هاي؟ 10 وشو بتصير هاي؟ 4. طبعا هي اسرع طريقه للحل انك تفكر بهي الطريقه. هلا بي جي كم كي؟ 2 كي وجي دي 10 ضرب 2 20 على ا دي ايش قد 4 كي وهون في عندي 12 كي ايش قد صاروا 16 ما صار عندي 16 وفي 2 32 كي كل ما كان فيه كي بيروحوا شو بضل معي 11 على 16 صحيح. ف
فهمتي يا رفيدة؟ بس انا اقترح عليك فهمتي يا داليا؟ عفوا انا بدي اسال داليا بسالتك، فهمتي يا داليا؟ اكيد ان شاء الله يا رب. يلا يا رب ان شاء الله يا رب تجيبوا علامات كويسه. انا مش حرام كحاجه، انا حبلش صلي الصبح ودعي لكم. انا حبلش صلي الصبح ودعي لكم. اسكت يا عم بلا حرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا هون خليكم معي. بس مين بيقترح علي الخطوة رقم واحد؟ برنجي اضم قسم قصدك صح؟ على بين على بين معي انا تمام. شو راح اسميه؟ انا راح اسميه كي تمام. على بي راح اسميه كي. على بي هو كي ما بعرف شو قد. طيب بي على بي واحد، بي على جي كمان كي ناقص واحد، وجي على دي كمان كي ناقص واحد. هذا كله شو بيساوي؟ بمعنى اخر كي ناقص واحد شو بتساوي؟ شوي شوي بس شوي شوي، معناتها كي بتساوي اربعة. شو طالب مني هو؟ طالب مني على دي. خليك معي. طالب مني على دي. شلون بدي احسب على دي؟ شو راح اعمل هون؟ شو راح اعمل؟ راح اضربهم ببعض. وقت بضربهم ببعض بكون ضربت الكي بنفسها كم مرة؟ ثلاث مرات. يعني شو صارت؟ 64 صح؟ هاي؟ وضربتهم ببعض، هلا الكي هي 4. طيب الا على ب هي كي، الكي الاولى كي 2 كي 3 4 ضرب 4 ضرب 4 64. هلا هدول شو بصير فيهم؟ هدول بيروحوا بضل معك على دي شو بتساوي؟ 64. اللي بعده مثله تماما، اللي بعده مثله. يلا شلون عبد الله؟ خلصت كتب جديدة؟ ندل على ب تساوي ب على ج تساوي ج على د. خبرني انه زائد ب على ب ضرب ب زائد ج على ج ضرب ج زائد د على د. هذا كله شو مساوي؟ 64. نفس الطريقة راح نقسم جي على على بيش. مين هي على بي؟ انا راح اسميها كي. كي زائد هون شو راح تطلع معي كمان؟ كي زائد واحد ثلاث مرات شو بتساوي؟ 64. معناتها كي زائد واحد لحالة شو بتساوي؟ 4. معناتها كيش قد؟ حلو. شو طالب مني هو؟ طالب مني دي على شو بدي احسب دي على نضربون بنقلب صح؟ برافو عليكم. على ب نضرب ب ضرب ب ج ضرب ج د صح؟ 3 ضرب 3 ضرب 3 شو بتعطيني؟ 27. هلا هدول بروح مع بعض دول بروح مع بعض بيطلع معي على د شو بتساوي؟ معناتها د على شو بتساوي؟ 1 على 27. انتبه بالامتحان ما يكون حاط لك ثمان خيارات 27. تختار 27 تطلع مبسوط، انتبه. لا تنبسط. أجل بسطة الأخير. الله عم تخرر مين منهم يديرو؟ السبعة مهند عبد الله دنيا وفاينة بكي. يلا خليك معي بعد اذنك. السؤال 13 مين بيقترح علي برنجي اضم؟ خطوة رقم واحد طالع اكس مربع عن مشترك. شكرا لك برافو عليك. السؤال صح معك حتسالي شو السؤال. السؤال شو بيقول؟ اكس مكعب
زائد 3 اكس مربع واي تساوي 9 كي، 3 واي مكعب زائد واي مربع اكس شو بتساوي؟ 16 كي. راح نطالع من هون اكس مربع عامل مشترك، شو بضل معي؟ اكس زائد 3 اي شو بتساوي؟ 9 كي. وراح طالع من تحت واي مربع عامل مشترك، شو بضل معي؟ 3 واي واكس صح؟ يعني اكس زائد 3 واي شو بتساوي؟ 16 كي. هلا قسم بيطلع معك من هون، بيطلع معك اكس على واي شو بتساوي؟ 3 على 4. ما انا طلع معي اكس مربع على واي مربع بتساوي 9 على 16، بجذر كل الاطراف بيطلع معي اكس على واي شو بتساوي؟ 3 على 4. طبعا هو مخبرني انه موجب، لو كان مخبرني بالسالب باخذ السالب لانه الجذر فيه موجب وفيه سالب. هلا برايك كم الاكس من المضاعفات؟ طالب شو هو؟ هو طالب مني اكس زائد واي على اكس ناقص واي شو بتساوي؟ فاكس من مضاعفات 3 وواي مضاعفات 4 حطهم فورا، يعني حط 3 زائد 4 على 3 ناقص 4 شو بيعطيني؟ ناقص 7. اكس على واي سوي على زد سوي زد على تي، اكس في زد ناقص واي في تي شو تساوي؟ 14. واي زائد زد شو تساوي؟ 8. واي ناقص زد شد. مين بيعطيني الفكرة رقم واحد هون؟ تفضل يا محمد. يلا خطوة رقم واحد. مين هي x في z؟ احنا نصلع النبي. يلا تفضل اسمعوا يا جماعه. مين هي x في z؟ هي y مربع صح؟ مين هي y في t؟ زد مربع. زد مربع شو بيساوي؟ خلص 24. هلا ما حد يحكي، تفضل يا محمد. شو هدول؟ هي مطابقه، قول هي مطابقه. تنكتب y ناقص z في y زائد z شو بتساوي؟ 24. طيب واي زائد زد كم؟ 8. معناته واي ناقص زد ايش قد؟ 3. بس برافو عليك. برافو عليك. انا ومروان هون سمحنا فيها كثير المطلبات. ليه؟ ما التمرين معمول حتى ينحل في دقيقة. هلا أي تمرين ممكن في بعض التمارين تطول أكثر. بس التمرين طول معك اكثر من دقيقتين اتركه خلص. اسيبه لحزبيه. ما عاد فينك تعمل شيء خالص، بتروح بتشوف تمرين اخر. انت بتعمل معي حركات استاذ الجيل، بتخليني اسال وتسالني على طول. يلا بدي اسالك هلا محمد كمان. حتى تصير اول بالرياضيات. بركي بيوم من الايام بتغير رايك، بدل ما تدرس علوم سياسيه بتقدر تدرس هندسه ميكانيك مثلا. أو تدرس شيء مادة يكون فيها فراغية أو هيك شيء. والله يا أستاذ حلو بيسي الجنب. أيوة. والله. ومشكلة الله ييسر لك يا أخي. يا رب. مو مهم. المهم بس أنا أتذكر إني حاولت معك. المهم تنجح بحياتك. حاولت فيك صورة عزيزة صادر بس تحاول معك فيهم. وأنت تكون صرت، أنت تكون صرت دكتور بالعلوم السياسية، دكاترة بنكون بين بعضنا. صح؟ شو القهوة مع بعض؟ خليك معي بعد أذنك. يا عبد الله وهنا بدك. خليك معي. شو الشيء اللي ممكن اعمله هون يخليني احصل على x زائد y زائد z؟ يا داري انت داري؟ ايه خليك معي. راح اضربهم. لا مثل ما حكى مروان وبرافو عليه، ضربهم بيخليني اقدر اجمع الاسس صح؟ فراح اضرب، راح اضربهم، يعني راح اتحول هي لضرب تمام؟ واتحول لضرب بضرب a على 2x ضرب b ضرب j على 2y زائد 1 2 زد زائد 3 شو بتساوي؟ 1 على 8 مكعب. الـ8 انضربت بنفسها كم مرة؟ كل واحد من هدول شو بيساوي؟ 1 على 8. فضربتهم ببعض، فالواحد على 8 انضربت 3 مرات. هلا A ضرب B ضرب J ما بعرف شو قد.
شوف 2 بالاس اكس 2 بالاس واي 2 بالاس زد بجمعهم مع بعض لهدول اكس واي زد شد مجموعهم 9 وعندك 1 10 و3 13. طيب هي 2 بالاس ايش قد 2 بالاس 3 وبالاس وفي 3 كمان 2 بالاس 9 شيل من هون 9 عشان تصير هي 1 شد بتصير هاي 4 قسمه القوى طرح الاسس بمعنى اخر ا ضرب ب ضرب ج شو بتساوي 16 2 بالاس 4 16 ايه 80 سهله برافو عليك. عم شباب مثلا يلا حل 16 بعد زي محمد حباب حل 16 يا رفيدة. نعم. انتوا جايين تحكوا مع بعض ولا لا؟ شو شو رايكم بعدكم نحط كل واحد في مكان؟ لا لا احنا صغيرين. عفوا متأكدة؟ لسه 17 سنة صح؟ لسه 17 يعني هو يعني هو اذا بعدكم عن بعض او لا هذا له علاقة بالصغر والكبر؟ حضرنا كانوا بيعملوا كده. تعرف شو بتسنجي من هذا الموضوع؟ شو بتسنجي من هذا الموضوع؟ خلاص تحطوا نفسكم بوا على هونة عادل إمام. خليك معي بعد إذنك. مين حل التمرين أول شيء؟ أنا مروان. تفضل شو عملت؟ برافو عليك وحش. راح حلو بهدول. شوف x زائد y على x في y شو بتساوي؟ 3. وشو عملت؟ جيت لهون هو طالب مني شو طالب مني؟ طالب مني واحد على زد. يعني مين اللي راح يروح؟ منقسم ايوه منقسم هذا على y على زد. شوف شو بنعمل وقت بنحط هون y على زد هي شو بصير فيها؟ بتروح بصير وبقلبها كمان نفس الشيء. هلا هي مقلوبه جاهزه y زائد زد على y زد شو بتساوي؟ 5. لحد الان خلصت. بس هو ما طالب مني هاي الشغلات انا شايفها من قدامي. طالب مني واحد على اكس معناته لازم لسه في عندي عمليه صغيره اللي هي فيني انا وزع مثل ما اخذنا الدرس الماضي فيني وزع الجمع على الضرب. مشان هيك مروان قلب. هلا انا ما فيني وزع الضرب على الجمع هذول ما يتوزعوا مع بعض ولكن لو قلبتهم فيني وزعهم. بمعنى اخر اكس تقسيم اكس واي شو بيعطيني؟ واحد على واي بتروح الاكس مع الاكس زائد واحد على اكس شو بيساوي؟ 3. ومن هون واحد على زد زائد واحد على واي شو بيساوي؟ بيساوي 5. صحيح. هو شو طالب مني؟ واحد على اكس ناقص واحد على زد. بمعنى اخر لو طرحت شو بصير الواحد على واي وواحد على واي؟ بيروحوا بيطلع معي واحد على اكس ناقص واحد على زد شو بيساوي؟ ناقص 2. برافو عليك مروان. اوسام